هيدا أولى فقراتنا لليوم مع شيء أكيد بهم كتار، وهو قانون الجذب لنغير مسار حياتنا لنقدر نحن نحقق الأهداف يلي بدنا إياها عن طريق قانون الجذب. شو بدنا نحن؟ لوين بدنا نوصل؟ كل هالمعلومات بنسمع كثير عن قانون الجذب، كيف فينا نجذب الأشياء طبعا سواء إذا كانت سلبية بترتد علينا أو إيجابية اللي هي بدنا إياها نحن أيضا ترتد علينا. في كثير معلومات يمكن نحن بنجهلها وأنتم أكيد رح نتعرف عليها مع مريم العيسى خبيرة تنمية وتطوير مهارات. يسعد صباحك. صباح النور حبيبتي. صباح النور. يسعد صباحك صباح وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نتعرف على قانون الجذب بالحياة، شو هو؟ قانون الجذب هلا نحن بدي إلا مثل ما حكيت من شوي، قالت إنه نحن الأشياء اللي بدنا إياها واللي ما بدنا إياها، وأنا اللي بدي أضيفه إنه سواء نحن عنا معرفة فيه أو ما عنا معرفة فيه، قانون الجذب هو واحد من القوانين الكونية اللي هي سارية بالحياة، يعني صحيح. عن بعلم أو بغير علم، اللي هو خليني أعرف لك يا إنه هو ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. بين قوسين يعني إذا بدي أي بالتعريف بتروح الأهمية للشعور، هو ما تشعر بما تفكر فيه معظم الوقت. فالكثافة الشعورية أو الكثافة الحسية اللي بنعطيها تجاه فكرة معينة وهي الفكرة مسيطرة على وقتنا معظم وقتنا، هي بتصير سواء سلبية كانت أو إيجابية. صحيح. فبدي أكد على كلمة سلبية لأنه الأشخاص بتقلك دغري بيروح تفكيره أنه هي الفكرة كتير صرنا عم نفكر فيها ما عم تزبط مثلا، تمام؟ بدها تجي هاي الشروط كلياتها سواء، بالإضافة لأنه هذا الشخص لازم يكون إذا كان تردده منخفض سلبي، هو شخص سلبي وتفكيره سلبي دائما، وهو بحاجة لعمل نوع من التنظيف الطاقي لنفسه لحتى يقدر يجيب الهدف ليكون مساوي له، لأنه بقانون الجذب المتشابهات تتجاذب. اللي هي على نفس التردد نحن دائما بنقول هي بنشبهها بمثل أثير الراديو، أنه أنت لما بتقلبي على موجة معينة بتيجي القنوات اللي على هذا التردد أو هي القناة. فهي نفسها أنه أنت لما بتكوني على تردد معين لازم تكوني خليني أقول قريبة لتردد الهدف. ونحن كأشخاص شو الأهداف اللي بدنا إياها؟ دائما بدنا أهداف عالية، يعني بدنا مال وسفر ورفاهية وإلى آخره، وهي الأهداف العالية هي تردداتها عالية. بيجيكي شخص تردده سلبي، تردده سلبي بمعنى كيف؟ تفكيره سلبي ومشاعره سلبية ومتشائم بعدين بيتعلم هذا الكلام بيقول لك يلا أنا ما زبط معي، ما رح يزبط. أنا بدي أشتغل بالأساس أول شيء على نفسي إني أنا، وأهم من التنظيفات الداخلية هي نوعية الأفكار، تغيير نوعية التفكير، لهيك ما بيزبط. فالجذب ساري سواء شئنا أم أبينا، لكن نحن بس نتعرف عليه لحتى نوجهه باتجاه المسار اللي نحن بدنا إياه. يعني مريم كل ما نبحث عنه يبحث عنا، يعني يمكن تمام. هي أول شيء نحن وقت نقرأ التعريف لقانون الجذب بنعرف إنه إحنا كل شيء بدنا إياه هو كمان بده إياه. وأيضا دائما بيجيك أشخاص إنه بيفكروا شوي بسوداوية، وأحيانا بيرتد، كنا عم نحكي قبل الهوى عن ترددات الكون، يعني بيرتد عليهم الشيء السلبي. قديش مهم إذا إجانا أفكار سلبية، وكلنا بيجينا أفكار سلبية، طبعاً. نعمل لها غشاوة هيك عنا ونبعدها ونجيب الشيء الإيجابي. قديه ممكن نحقق نتيجة لإلنا؟ يعني منحقق 100%. شوفي لكن التقنيات بأنه نحن نغير تفكيرنا أو الفكرة السلبية نتعامل معها هي تقنيات متعددة، يعني ما في تقنية معينة. شخص أنا أقول لك عملي له غشاوة، لا هو غلط، لأنه هاي الأفكار أنت شو بتعمل فيها؟ بتدخليها لتحت، تتراكم. فلا نحن في سلوك معين أو أسلوب معين أنا بتعامل فيه مع الفكرة السلبية. أولا أنا بسأل هاي الفكرة لمين؟ ممكن تكون مؤلي. نحن أشخاص بنلتقط من حوالينا بحدود 98% من الأفكار والمشاعر اللي مو إلنا، تمام؟ فبنلتقطها بهالاتنا أو بأجسامنا الطاقية، بنلتقطها وبنفكر إنه إلنا، فبنزعل أو بنتضايق. أول شيء نعرف هاي الفكرة لمين، هاي الفكرة لشو بتأدي، يعني أنا عم بعطي بس تقنية معينة كيف أنا بتعامل مع فكرة سلبية بتجيني. وشخص دائما نحن أشخاص للأسف نيام نايمين ما منراقب، يعني شخص انت لا تلفتي نظره ولا تقولي له، انت بتعرف انه اذا انت كنت شخص دقيق الكون دقيق بشكل رهيب. اذا كنت انت شخص دقيق بيقعد بيتذكر فعلا مزبوط، فهو عم يتذكر، يعني هو ما كان يعني كان نايم لما كانت تصير هي الاحداث. هيك انا بقول له انه نحن نايمين، يعني انتبهوا راقبوا وشوفي كيف كل شيء عم نحكيه عم بيصير بدقه. يعني احيانا انت بتقول كلمه بعد فتره بتصير نفس الكلمه بحذافيرها، بتقولي والله انت شو هالصدفه، هي مو صدفه، هي دقة بس هي المرة لقطة انتبه لها، تمام.
اي تمام. خلينا نحكي عن الاشخاص مثلا، مثل ما كنا عم نحكي مثلا، ممكن كثير عم نسمع مثلا بالفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي انه في طريقه للجذب، جذب الاشخاص. يعني خلينا اعطيك مثلا هالطريقه تبعه، مثلا خلال شهر مثلا ممكن مثلا يرجع لك، او ممكن مثلا يرجع يحكي معك، او ممكن يخطبك، على جذب الاشخاص. هل هي قصص يعني بتزبط ولا لا؟ شوفي، ما في شيء بالكون مستحيل بيزبط، بس لأعطيكي أنا وجهة نظري بهذا الموضوع بعد تجارب كثير بموضوع الجذب. الأشخاص لهم إرادة، كل شخص فينا له إرادة، له قوة جذب، له نوايا، يعني بيحط أهداف ونيات له خاصة فيه. فأما الأشياء، جذب الأشياء، الفرق بينه وبين جذب الأشياء، الأشياء ما إلى إرادة تجاهك، ما إلى قوة تجاهك، أنت بتجذب الأشياء بسهولة، ما إلى إرادة. أنت قررتي مثل ما قالت من شوي إنه ما تبحث عنه يبحث عنك، هي بتفسير آخر أنت لما بتبحث عن شيء بتكون جاهز له، فهو بيتجهز لك بالكون وبيبلش يجي باتجاهك. الأشياء، الأشخاص لهم إرادات ولهم قوة، قوة جذب. أنا إلي قوة جذب معينة وأنت إلي قوة جذب معينة. لكن اللي بدي نبه له، لهيك أنا دائما بينصح بيقولوا لي، وأنا بحط جذب شريك الحياة لكن بالطريقة الصحيحة، يعني بنعلمها الهون. نحن بنقول للأشخاص لا بتجذبي مواصفات مو شخص بعينه، يعني أنا بدي صفات 1 2 3 4، فأنت شو بتعلمي؟ أنت بتعممي الصفات، فممكن تنخلق وتتجسد بأشخاص كتار. صحيح. مو شخص معين، مو بعينه، مو شخص بعينه، فبتجذبي الصفات لا تجذبي شخص بحد ذاته. هي شغلة، يعني شوفي التاتش اللي بيصير أو الفكرة اللي ما هي بتصير إذا كانت هي نيتها كتير قوية وعالية والشخص نيته ضعيفة، فبيدخل ضمن نيته وبتجيبه. حلو. تمام. حلو. بتسحبه. لكن اللي بيصير إذا قوية نيته، هو مثل اللي بيصحى أنه أنا شو صار لي، عرفتي؟ لهيك في مغامره، يعني ما بننصح فيها ابدا. نعم، يعني دائما بحياتنا وبقوانين حياتنا سواء قانون الجذب او غيره، في عنا محظورات، ممنوعات نحن ما لازم نقرب عليها. شو الممنوعات اللي نحن ايضا فينا نبتعد عنها بقانون الجذب قدر الامكان؟ حلو، كثير كثير سؤال، لانه كثير مهم بالجذب. نحن دائما الاشخاص هلا بتحكي لهم هذا الكلام فبيتحفز، ببلش يقول لك يلا بدي احط هذا الهدف، بدي احط كذا. اول شيء بيصير معه انه هو بيتعلق بالهدف. التعلق ممنوع. يعني انا من بدايه المشوار بحط هدف ولازم يكون في قاعده وقانون قدامي، هيك صار صار، ما صار ما صار. لازم يكون عندي هذا الشعور مرافق، لانه نحن التعلق والانتظار واللهفه كلها نابعه من احتياج، والجذب ما بيجي على احتياج، بيجي بحب وبقوة، انه انا هيك بدي لاني انا حابة، مو لانه انا محتاجة. في مثل مصري دائما بيقولوا الفلوس ما بتتيج محتاج، يعني ما بتجي لشخص محتاج. فاللي نابع الاهداف يلي نابعة عن حاجة ورغبة شديدة وتعلق، ما نفكر فيها، نفكر دائما بالاهداف، او نحول هي الجملة اللي حكيتها صار صار ما صار ما صار، هي بالعمق كتير قوية، بمعنى انه انا كيف يعني انا لا بدي اياه لهذا الهدف. انت كيف بتعرف اصلا انك متعلق فيه؟ اذا عرفت انه انا طب تخلى عنه، ما بتقدر تتخلى عنه، فانت متعلق فيه. بس بقانون الجذب ضروري تركزي على الاشياء، ضروري تركزي على الهدف، يعني هذا الشيء كثير مهم لتقدري تجذبي. مو معقول انه مثلا ما عاد تفكر فيه. نحن ما بنقول نحن نتخلى عن الهدف، نحن نتخلى عن الوصول له، يعني صار صار ما صار، وهي هي اللي بيفهمها لان عم لك انه نحن عم نقولها لحتى نحن يكون عندها هذا الشعور بداخلنا، لانه هي من الاشياء اللي بتسرع وبتخلي الهدف يتجلى اسرع بحياتنا. التعلق بيبعدها وبينفرها، ما بيعود. انا ليش هي قالت المحظورات، هي اهم المحظورات هو موضوع التعلق. ممنوع تتعلقي بالهدف، انا لازم اوصل لهون. موضوع التركيز امر اخر، هو نوع من التمرين العقلي للعقل اللاباطن، لحتى نحن بنقول انه بنركز بنجيب الهدف. دائما بيكون قبل الهدف واحد من اهم تمارين الجذب هو الخيال. تمام. فدائما احنا بنقول بتركز بتفاصيل معينه، بيجي بعدين بينطرح هذا السؤال لما بنوصل لنقطه فك التعلق، طب انت كيف بتقولي لنا ركزي وبعدين بتقولي لنا ما في تعلق؟ ركز بالتفاصيل، لكن انا قلت من قبل، من اول لحظه وانا عم حط الهدف بدي احط بذهني وببالي انه انا ممنوع اني اتعلق فيه. فلما بيجي تمرين الخيال، اوكي انا بتمرن عادي، ممنوع بتمرن. اتعلق فيه، بس بنفس الوقت حيكون عندنا ثقه انه هذا الشيء بده يتحقق، مشان اقدر انه اوصل لاي هدف انا حاططه ببالي. تمام. ودائما مثل ما ركزتي على قصة انه نحن لازم نركز على الاشياء، هي ما نركز ابدا على الاشخاص كمان، هي لازم نسلط الضوء عليها. شو كمان بتحبي تخبرينا؟ موضوع مثل ما قلت لك، بس الفرق بين الاشياء والاشخاص هو موضوع النوايا. شوفي انا بحب احكي عن موضوع النيات، انه
النية لما بتكون النية قوية، شو يعني قوية؟ يعني بتكون واضحة ومحددة وطيبة، لأنه ما بدنا نفوت بموضوع الكارما لأنه طبعا. السلبية كمان بتصير، يعني احنا بدنا نحكي أنه السلبي بيصير حتى لو أنت نيتك شر بتصير، لكن هي خيار بعدين. فلازم تكون قوية، لازم تكون واضحة. واضحة أهم شيء، واضحة ليه؟ لأنه أغلب الأشخاص اليوم بتقولي له شو بدك، أغلب أنا عمول أغلب ما بيعرف، بيصفن هيك، لا هو عايش هيك ماشي اليوم، شو بدك بالضبط يعني؟ فبتعدي انت نقاش نص ساعه مع شخص ليوصل لنقطه يعرف هو شو بده، هذا خلل يعني، هي مشكله وما في وضوح. ولازم يكون محدد ليش وواضح، لانه انت لما اطلقتي نيه بدي هي النيه، بدي هذا الهدف، اطلاق النيه شو بيصير؟ بيصير الكون عم يتجهز مشان يجيب لك اياها. طب انا اطلقت هي النيه بعد بكره، لا ما بدي هي، بدي هي، لا لا انا ما بدي هي، بدي هي، شو عم بيصير؟ فبيفوت، بيصير ربكه بالكون يعني شو. فاوكي يلا بس تجهز، نحن بنجهز. عرفتي؟ فلهيك لازم اكون انا واضح ودقيق، انا بدي هذا الشيء. فكتير بناكد وناخذ فيها وقت انه نحن شو اللي بدنا اياه. يعني مريم يطول الحديث، وانت ضيفتنا دائما حبيب. وقانون الجذب هو بحر اذا بدنا نقعد نتوسع فيه بدنا ساعتين لنحكي فيه. نحن بدنا نتمنى انه كل حدا يوصل للهدف اللي بده اياه، ان شاء الله يا رب دائما يكون افكارنا ايجابيه لنقدر ننشر بيناتنا هذا الموضوع، وخاصه في ظل هيدا الجائحه اللي نحن عم نعيشها. بيرفع الوعي كثير وبيريح تماما كتير. كل بنتمنى لك كل الصحه السلامه لك ولعائلتك، وان شاء الله يا رب هيك بنشوفك ايضا بصباح جديد وبمواضيع جديده ان شاء الله. حبيبتي اكيد شكرا لوجودك معنا، شكرا لمعلوماتك ولطاقتك الحلوه. حبيبتي شكرا لك. اهلا وسهلا فيك.